يقول نزال قباني: هناك من يحبك بصمت ويحترمك بصمت ويتمناك بينه وبين نفسه، ويبتعد عنك حين يراك مشغولا بغيره، ويمنع كبرياءه من الاقتراب منك. أما الكاتب أنيس منصور يقول: الحب الحقيقي كالأشباح، كثيرون يتكلمون عنه، قليلون منهم من يروه. أما الكاتب محمود درويش يقول: الحب الأول لا يموت، بل يأتي الحب الحقيقي ليدفنه حيا. وأنا أقول لكم: حب بعض فالحياة قصيرة. صباح الأمل، صباح السعادة، صباح جميل، كل عام وأنتم بخير، عيد حب جديد، كل أيامنا حب، كل أيامنا سعادة. من قناة الصحة والجمال، برنامج أول النهار، حبينا نقول لكم ونصبح عليكم بكلمات عن العيد الحب. قبل ما أبدأ حلقتي وقبل ما أبدأ مع ضيوفي، حابب إن أنا أوجه تحية لفريق الزمالك امبارح بفوزه الكبير كأس السوبر على فريق الترجي، والأجمل من الفوز هي الرسالة القوية اللي قدموها وهم ناظرين على أرض قطر وهم لابسين تيشيرتات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقولوا له: نعم سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعم لمصر، نعم لشعب مصر، احنا جايين النهاردة بنمثل الشعب المصري قدام أي حد بيحاول المساس بالأراضي المصرية. كمان امبارح كان أول اكتشاف لحالة فيروس كورونا على أرض مصر لشخص أجنبي. الأجمل السرعة اللي قامت بيها وزارة الصحة، اللي بقدم لهم التحية لوزيرة الصحة والفريق المعاون ليها، والكشف على الفيروس، وإن احنا نوصل لهذه المرحلة من التطور. بنوصل برضك رسالة إن مصر في أمان، وإن احنا مستعدين لأي فيروس وأي مرض، طبعا كل حاجة بمشيئة الله. النهاردة طالعين حلقة عن عيد الحب، هنطلع لكم نستقبل ضيوفنا ونرجع لكم تاني، فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني، وطبعا في عيد الحب نسمع شعر لا نسمع غنى، ما بالكم عندما يرتقي الشعر مع الغناء. معي ومعكم ضيوفي في الاستوديو: الشاعر باهي شاهين والمطربة الصاعدة دنيا قمر. اهلا بكم. اهلا بك استاذ سعيد. هتقولي لنا ايه النهارده؟ عيد الحب، مفيش احسن من كلام الحب. نبدا بحاجه قبل ما نطلع للجمهور. كل حرف بيحكي عنك، غبت عني وغاب حنينك، زاد حنيني فين حنينك، كل ما عبر كلامي مش سعفني، ما تعرفيش حصل لي ايه من يوم ما غبتي يا حبيبتي. بس انا مش حبيبتك. لا حبيبتي سيبيني اكمل، قلبي بعد ما طاب وخف، انت عارفه بعدك انت بيعمل ايه، نبضه قل وحمله زاد من البعاد. من البعاد، وحياتك انت ما تلاقيش في حب زي، وما تقلقيش احنا بكره زماننا جاي، الحقيني قبل ما اتعب او اموت، وان ما متش يبقى ملهوش لازمه الكلام، يبقى افضل السكوت. كل ده حصل من يومين. ما تقوليش بس يومين، فات سنه او فات سنين او عدى قرن من الزمان، انت بس نسيتي انك وانت غايبه ماليش مكان، والدنيا من غير الحبايب ملهاش امان. وادي قلبي راضي بالفراق يا عني، ده بكرة تبقى ذكرى، ماضي عدى وراح، مفيش ما بينا أي حاجة هترجعني، ولما بعد أنا عنك أكيد هرتاح. صباح الفل. صباح
صباح الخير يا استاذ سيد. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. منورنا ومنورين قناه الصحه والجمال. وانت طيب يا باشا. هبدأ مع المطربه دنيا قمر. دنيا، انت بدات الظهور واكتشفت ازاي انت بتغني؟ امتى؟ يعني كان من 7 سنين مثلا، موجوده كده عادي في البيت مع ماما واخواتي وبنتكلم مع بعض، كنت متضايقه شويه فحبيت ان انا اغني، طلعت كده اغنيه الورده، ما كنتش مش متذكره هي ايه، من زمان قوي. فجت ماما قالت لي صوتك كويس، فبدات اول حاجه بدأتها رحت قصر الثقافه اتعلمت هناك، كنت في كورال، بعد كده بقيت اغني سولو لحد ما اخدني حد اسمه استاذ اشرف الخميسي، اخدني بقى يعلمني هو ويدربني لحد ما بقيت بقى في السويس دنيا عمر. طب كويس استاذ باهي، حضرتك منورنا تاني مره في الاستوديو. تسلم يا استاذ. عايزين نعرف ايه الجديد اللي ناوي تعمله الفتره الجايه؟ احنا النهارده عيد الحب، فانا طبعا عامل قصيده لعيد الحب في عيد الحب. طب نطلع نشوف القصيده ونرجع لكم تاني. معانا فيديو عن ده. طيب نسمع حاجه. طيب. في عيد الحب كلنا بنحب مصر ونحب جيشنا، في عيد الحب بحب شرطة بلادي، في عيد الحب عايز راية بلدي تعلى، مصر حلوة، مصر أمي، بحب أمي. في عيد الحب كلنا بنحب بعض، في عيد الحب بحب جاري وابن عمي، بحب خالي، وبحب كل شعب مصر، مسلم مسيحي، فرحه هو فرحي وهمه هو همي، باهي ومشيل، سيد وأحمد، جرجس محمد، كلنا بنحب مصر، كلنا بنحب مصر. في عيد الحب أخوة وأحبة في كل بيت وفي كل حارة وكل نجع، هتبقى مصر نبع المحبة والسلام، يا سادة مصر النبي وصى عليها، حبوا بعض خافوا عليها، مصر عاوزة منكم اهتمام، بإيدين عافية تشقى وتنتج، مصر حلوة مفيش كلام. الله، في عيد الحب وطن. حب الوطن أهم حاجة. طبعا أهم حاجة في قلوبنا، في قلوب المصريين كلها. طبعا كلنا بنحب مصر. تسلم يا أستاذ. معندناش بركة إلا هي. دنيا، إيه أكتر أنواع الغناء بيشدك؟ القديم. الأغاني القديم. لا ما اقدرش اقول زي، مش هقدر اوصف عنه حاجات كتير، بس ممكن يعني هنقول ام كلثوم ولا ورده ولا فايزه احمد ولا عبد الحليم، يعني كل دول بالنسبه لي او الجيل القديم ده بالنسبه لي انا افضل بكتير قوي، هو في احساس سواء هنوصف بيه حب او عتاب كل حاجه، فهو هجيبها لك ازاي، احنا بنعرف نوصف نفسنا، انا عن نفسي بعرف ان صوتي كويس دلوقتي لما بغني حاجه قديمه، فاهمني؟ طب انا فهو حاجة كله الاساس دلوقتي. احنا عارفين ان انت عندك برد بس انا ماشي. رجعوني عنيك لايام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري انت عمر اللي ابتدى بنورك، صباح اللي ابتدى بنورك، صباح انت 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 عمري. الله. مش حلو خالص.
مفيش صوت خالص والله يسامحني. بيكمل معانا النهارده في عيد الحب مكالمه عزيزه على قلوبنا جميعا مع الفنان حسان العربي. صباح الخير يا فنان. طب نرجع له تاني؟ ماشي يا باشا. يا بنطلع للفيديو للاستاذ باهي ونرجع تاني للمداخله. ماشي. يا ترى بعد 20 سنه بقى شكلك ايه؟ ما تسألش نفسك انا بكتب القصيده دي دلوقتي ليه؟ انا كنت فين كل السنين اللي فاتت؟ وظهرت في الوقت ده دلوقتي ليه؟ وبتقولي لي ان انا بعدت عنك معرفش ليه؟ هتموتيني لو قعدتي تحسبي ازاي وليه؟ ما بقتش مستحمل كلام او ملام، حتى العتاب ما بقتش مستحمل عذابه. بشوف ملامحك قعدت وببص لقيت شعري شاب اللي شيبني البعاد والعناد، وبعدت بعدت ودقت من غيرك عذاب. ممكن اصالحك؟ هتقولي لي ما عدتش انفعلك خلاص، هقول لك ملامحي اتجعدت وشعري شاب، بس دلوقتي بدور عن حبيبي اللي غاب. هرجعك بكره يا شباب، الحب بيصنع معجزات، صدقيني العمر ما عادش فيه وقت للبعاد. تعرفي؟ تعرفي تجاعيد وشوشنا ما تهمنيش. عارفه ليه؟ ايوه انت فاهمه قصدي ايه. 20 سنه بعدنا فيها، دلوقتي قلبي ليكي نابض للحياه. ما تضيعيش قلبي في اخر سكته وتحكمي عليه بالموت لاخر منتهى. هو دلوقتي بيكي قلبي نابض للحياه. يا ترى بعد 20 سنة بقى شكلك ايه؟ ومعانا الفنان حسان العربي في مداخلة بمناسبة عيد الحب. صباح الخير يا فنان. صباح الفل وصباح الجمال على كل اللي بيتفرجوا على قناة الصحة والجمال، لأنها اسمها اسم مميز، الصحة والجمال. وأنت دايما جميل. الله يخليك. وطبعا أنا برحب بالسيد محمد الإعلامي الجميل، بقول له كل سنه وهو طيب، لاني النهارده عيد ميلادك. انا على ما اعرف يعني. لا هو كان يوم 11. 11 طيب، كل سنه طيب برضه. كل سنه حضرتك طبعا طيب. وطبعا بالمطربه الجميله دنيا قمر والشاعر الجميل باهي شاهين برحب بيهم طبعا، ويسعدني ان انا ادخل معاهم في مكالمه هاتفيه النهارده. النهارده في عيد الحب رساله حسان العربي لشعب مصر والمصر والمصريين وكل نجوم الفن. والله انا في الحقيقه طبعا رساله الحب ان احنا نحب بعض، وان احنا الحب ده ما اسموش حب، الحب اسمه حب. لو الانسان خاف عليه ورواه الحب ده هيكبر ويزدهر، انما لو حد اهمله هيموت. احنا بنقول لازم نحب بعض، لازم كلنا نتعاون مع بعضينا، لازم نتكاتف مع بعض، لان احنا من غير الحب ما نقدرش نعيش. الحب كلمه جميله جدا، وكلمه ليها معاني، مش مجرد كلمه، هي مجرد فعل ومواقف. لان احنا من غير الحب ما نقدرش ان احنا نستمر في الحياه. وطبعا انا يعني يمكن مش عايز تفوتني حاجه مهمه جدا، ان قناه الصحه والجمال قناه كلها حب، لاني الصحه والجمال كلمه جميله جدا بتجمع بين اثنين، ان الانسان دايما لما يبقى عنده صحه يبقى عنده جمال، والجمال ده يبقى جمال داخلي وجمال خارجي، لان بالصحه انت اللي تقدر تعمل كل حاجه في الدنيا، من غير الصحه ما تقدرش تعمل حاجه. ولذلك احنا بنقول الحب، لما الانسان يحب الانسان ويحب ان هو يبقى جنبه ويقف جنبه ويتعاون جنبه، سواء صداقه سواء اخوه سواء حبيب سواء ام سواء اب سواء الاسره، كل ده ليه معاني كتيره جدا، معاني موجوده. وطبعا قبل اي حاجه حب ربنا، لان حب ربنا مهم جدا، ان احنا بحب ربنا ما نقدرش نعيش. طبعاً. ان هو اللي بيسيرنا، هو اللي بيخلينا نمشي في الحياه، وبيخلينا نحب الناس من خلاله، هو من خلال ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا يهمني جدا ان انا اشكر اعلاميه متميزه ومعده نشيطه جدا ومتفاعله جدا، الاستاذه سوما محمد، لانها فعلا عندها نشاط غير عادي اكتف، وعندها حته ان هي بتغير على شغلها جدا، وعندها استعداد ان هي تعمل اي حاجه في سبيل ان هي تعد حاجه صح.
طبعا مع الجروب اللي موجود في الكرو اللي موجود كله. من الشرف بالاستاذه سوما اللي هي معانا فريق الاعداد طبعا. طبعا حاجه جميله جدا، وطبعا احنا ليا الشكر والتقدير كل الاحترام ليكم كلكم، ناس جمال وناس انا صراحه بسعد بقناه الصحه والجمال وبتابعها على فكره، مش ما بتابعهاش بتابعها، وفيها زملاء ليا اصحابي كتير قوي سواء مذيعين سواء معدين، بشكرهم جدا على وجودي انا النهارده في قناه الصحه والجمال مكالمه هاتفيه. ده شرف لينا. طبعا انا يمكن سمعت المطربه الجميله دنيا قمر، يمكن كان بتدندن شويه كده، صوتك مميز وصوتك ليه رنه. اتفضل حضرتك. حابين نعرف بقى ان شاء الله حضرتك مجهزين ايه 2020 من اعمالك الفنيه ان شاء الله. والله 2020 انا عامل مسرحيه برضو فيها حب اطفال وحب الناس، وبتتكلم على كلمه اسمها بابا حبيبي، ودي لاول مره بكاست موجود اطفال كلها، انا والاستاذ ناصر سيف والاستاذه مونيا، ومعايا مجموعه من الاطفال بتعرض على مسرح المركز الثقافي في بورسعيد. مسرحية بنقول ان بس مش الام بس، لا هي الاسرة كلها، فالاب عمود البيت، واحنا احنا لازم نحب حكايتها، حتى جاية على اسم بابا حبيبي الحب دي برضه. وان شاء الله برضه في حاجة كده عرض مسرحي برضه اسمه اخر بروبة، برضه معايا مجموعة لطيفة من مجموعة من شبان المسرح، وانا معاهم يشرفني ان انا اكون مع شباب بيتفاعل ويحاول بقدر الامكان ان هو يستعد ان هو يكون ممثل، فانا واقف معاهم بحب شديد جدا وبلا مقابل. فدي حاجه جديده عليك يا استاذ حسين. الله يخليك حبيبي، وان شاء الله يبقى في مسلسل باذن الله في رمضان مع النجم مصطفى شعبان باذن الله، ربنا يعني يوفقنا فيه باذن الله وعلى خير باذن الله. ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح ويجعل ايامك كلها حب، وشرفتنا من مداخلتك الجميله. استاذه دنيا، ايه اكتر موقف تعرضت عليه في شغلك؟ جدي توفى، جدي توفى الصبح، فكان المفروض ان انا عندي شغل بالليل، نزلنا صلينا عليه الظهر، المفروض اني لازم اروح الشغل ده ارتباط مع جيش، مش مع ناس عاديه شغل وهمشي، لا ده عقد مع جيش، فكان لازم ان انا اروح. اتصلت وقلت انا جايه، رحت وغنيت في فرح مش حفله، بعد ما غنيت وانا بغني دموعي نزلت، طبعا عندي حاله وفاه وجدي، فخلصت وانا طالعه العميد كان بيقول لي النهارده صوتك كان حلو جدا، فقلت له انا جدي متوفي الصبح، قال انا مش عارفه صوتي طلع مين، قال لي نعم. يعني انت ممكن وقت اكون في موقف بتتعرضي ليه، انا احسن وقت بغني فيه هو وانا متضايقه، بقول كل حاجه. اصل اقول لحضرتك على حاجه، الغنى مش صوت بس، هو صوت احساس. انا ممكن اغني حاجه دلوقتي انا غنيتها هي مش عاجباني عشان انا سوري حاسه في حاجه، بس انا قلتها باحساس، فاحساس يوصل لك، فمش مهم الصوت، لكن ممكن يبقى صوتي حلو جدا بس بقول الحاجه كطفل صغير مش عارف هو بيقول ايه، فبالتالي مش هيوصل لك الاحساس، فمش تعمل لي كده طبعا، فاهمني؟ فانا احساسي بيطلع احسن وانا متضايقه بصراحه. برافو، ربنا يرجعك تشتد هي. امين يا رب. استاذ باهي، بما ان حضرتك بديت الحب بعمل وطني، اكتر حد ممكن حابب انك تقف قدامه وتقول شعر؟ طبعا اي حد في شعب مصر لو هيقول شعر يتمنى لو هو يقف قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويطلع فنه قدامه، ده اعظم شخصية في مصر ممكن الواحد يطلع فنه قدامها. يعني لو طلب منك انك تشارك في عمل وطني او عمل خيري، ليه شرف. احنا ارقام الاستاذ باهي معانا على الشاشة، لو في عمل خيري بدون مقابل، بدون مقابل الاستاذ باهي هيكون معانا في مصر وجميع الوطن العربي، وجميع الوطن العربي كمان. نفس الموضوع بالنسبه للاستاذه دنيا. طبعا انت حابه برضه بلدي. احنا مستعدين نلف في الوطن العربي كله طبعًا. في حاجه نرفع فيها اسم مصر ونغني لمصر ونعرف ان مصر ورده، ما فيش كلام بالزبط. مصر ورده وفتحت، احنا بنمثل مصر. احنا عشان كمان بالنسبه كان الفتره اللي فاتت شايفين ان اللي بيحصل في سيناء، وشايفين ان الشهداء اللي كانوا حتى الحلقه اللي فاتت كان معانا شهيد من الشهداء، لو في حاجه للشهيد ممكن نسمعها؟ طبعا في انت غالي بس ما تغلاش على اللي خلقك،
انت عالي لما شلت هم وطنك، انت غالي لما ببطولتك خليت كل الناس تحبك، كل بيت فيه شهيد امه تفرح، هو عند الله كشجره بكره تطرح، وانت شايفه وهو رايح وحور العين بتجري عليه وهي تفرح. الله عليك يا شهيد، مصر ما تنساش بطولتك، كنت واقف والله فهد في عز حر او مطر والجو برد، انا جوه بيتي كنت نايم مطمئن، حميت بلدنا من كل غدر، ودفعت عمرك عشان نكون مستريحين مطمئنين. مصر يا شهيد، عمري ما تنسى اللي دافع عنها ابدا. يوم شهادتك كان ميلادنا، كنت بيك جوه بيتي كنت نايم مطمئن، ولشهادتك يا حبيبي قلوبنا بتسلم عليك وقلوبنا ليك والله تحن. رحمه الله عليهم جميعا، جميع شهداء مصر. امين يا رب العالمين. دنيا نسمع حاجه بقى. وطن حاجه وطن ماشي. مش جاية في دماغي بس ممكن، لا ممكن شيرين وممكن شادية. ماشي. في اغنية وانا بحبها قوي بصراحة كمان. يا اغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. كمل هي هي كده حلو، صوتي مش طالع خالص بجد بجد. دي كبروت لها. كان ليك مشاركات وطنيه، انا شايف ان في درع قدامنا. وانت قلت لي ان كان في مشاركه مع النادي الثقافي اللي انا بتشرف ان انا اكون المنسق الاعلامي بتاعه. طب ناخد المداخله اللي معانا بما ان بنتكلم على معرض الكتاب والكاتبه الكبيره رضوى العوضي. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير يا رب يا استاذ سيد، صباحك جميل يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه في عيد الحب، وربنا يجعل ايامك كلها حب في حب. ربنا يخليك يا رب، وكل عام وانتم كلكم جميعا بخير يا رب ان شاء الله، وعيد حب سعيد علينا كلنا ان شاء الله. امين يا رب العالمين. رساله الكاتبه رضوى العوضي في عيد الحب. سعيدة وبقول لك صباح الخير على عيونك يا أستاذ سيد، بجد ومبسوطة جدا من فيك جميلة. رسالتي في عيد الحب إن إحنا ما نستخسرش في بعض أي شعر خاصة بالود والاحترام والحب، وإن إحنا يا ريت كلنا نتكاتف في حب وود، لأن بالحب بيبقى فيه كل حاجة ممكن تكون حوالينا مبشرة بالخير وبالطاقة الإيجابية. فما نستخسرش أبدا كلمة بحبك لبعض ولا الفعل الحب، يعني مش بس الكلام، يعني دايما احنا عارفين ان الحب بيترجم بفعل مش بس كلام. فاحنا يا ريت يا ريت يا ريت نحب بعض بجد، نعرف نحب بعض بجد، ونعرف نقف جنب بعض بجد ونساعد بعض بجد، علشان فعلا احنا بلدنا يعني من اول كده ما اتولدنا عارفين ان بلدنا دي كلها والشعب المصري كله معروف قد ايه ان هو بيحب بعض. طبعا اكيد. كاتبه رضوى العوضي، وكتاب حضرتك الاخير في معرض الكتاب، ممكن تدينا نبذه عنه بعد اذن حضرتك؟ والله بص يا استاذ سيد، انا هقول لك طبعا انا سعيده اني شاركت السنه دي في معرض الكتاب. وكل عمل الحمد لله كل سنه بيكون لي عمل هوائي فيه. عين زين السنه دي كان اصدار من قبل الهيئه العامه للمطابع الاماليه، وكان بيتكلم عن الفكر التطرفي وفكره استقطاب الشباب في فتره يعني فتره صعبه كلنا عشناها في مصر، فتره الاخوان. والحقيقه برضو انا عالجتها بالحب، يعني هي كانت قصه يعني قصه حب رومانسيه في ظل احداث كانت مؤسفه وكانت داميه في عصر احنا عشناه للاسف. وكانت رمزها او عنوانها الكبير الحب، يعني عين زين كان زين هو البطل، وكانت حبيبته ضحى عشانها بعينه وضحى عشان اخته بروحه. فضحى بعين من عينه علشان خاطر حبيبته القبطيه، وضحى بروحه علشان خاطر اخته وتوأمته المصريه.
فالحقيقة هي كان عنوانها كبير جدا للحب. يعني انا اعتبرتها مش بس قصة بتتكلم عن التطرف والإهانة، احنا بنعالج التطرف وبنحاربه بالحب حقيقيا يعني. فده كان عنوانها الكبير. شكرا لحضرتك ومداخلتك الجميلة، وكل سنة وحضرتك طيبة ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. دنيا، أكتر حد بيشجعك ووقف جنبك في طريقك؟ ماما. سواء بره البيت أو جوه؟ مفيش كلام، هي ماما مفيش غيرها يعني. هو في البيت طبعا، يعني عيلتي كلها بتشجعني بصراحة. مفيش حد جه قال لي لا. هو أخويا كان معترض شوية، وبعدين قال لي هسيبك تعملي اللي أنت عايزاه، بس خلي بالك من نفسك. بره ففي ناس انا فعلا عاجزه عن اني اقول اساميهم بجد. انا عارفه ان لو قلت اسماء ناس في ناس ممكن تزعل، فمش هقدر ان انا اقول اسامي كتير جدا. في ناس كتير قوي، في محمد، في استاذ عاطف محمد بتاع اورج، في رأفت الهجان، في مصطفى، في ناس كتير قوي قوي بجد. الناس اللي وقفت جنبي كانوا، كنت بزعل قوي لما اروح البيت واقول لماما انا حاسه ان انا مش هنجح، او في حد ضايقني النهارده، او صوتي ما كانش حلو، تقول لي لا ما ينفعش تقولي هبطل، انت مشيتي مشوار كملي لوحدك، مش هينفع ترجعي منه. فكان بالطبيعي ان انا مش هقدر اخلي الناس دي تروح الثقه كده مره واحده. الناس دي كلها واثقه فيا وفي صوتي، فكان لازم احافظ على ده عشان ابقى حاجه، وان شاء الله هثبت لهم ان انا هبقى قد الثقه دي باذن الله. طب هتقولي ايه لماما؟ ماما لازم تقولي لها حاجه. هي نور عينيا، كل حاجة أصلا تبقى قليلة. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطول المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، أطول المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده اللي في حضنك يا أمي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في حضنك يا امي. ايوه في حضنك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. الله عليك. مش قادره ارداني، بس حلو. هي بتحب الاغنيه دي بصراحه. هي بتحب الاغنيه يا رب. دي نور عينيا. طب احنا هنرجع تاني للاستاذ باهي، وسؤال اللي سالناه في الاول بالنسبه اللي كان المشاركات اللي انت حضرتك شاركت فيها بالنسبه في محافظه السويس وبره محافظه السويس، تحب تتكلم؟ والله احنا شرفنا في فعاليات معرض الكتاب ان احنا تلاقينا، وكان لنا الشرف طبعا انا وفريق روح والمركز الثقافي في السويس بقيادة الأستاذ الدكتور غريب رسلان، إن إحنا حضرنا ندوة للمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإحنا وجهنا رسالة لأهل الشر وعرفناهم إن مصر صخرة محدش يقدر يحطمها. طب إيه الموقف اللي اتعرضت عليه في المعرض؟ أنا عارف أنت عملت حاجة مش مظبوطة في المعرض. اللي هو يعني قلت يا سيادة الوزير أنا عايز أبعت رسالة لأهل الشر. قال لي ابعت. نبعت الرسالة. طيب مصر صخرة، مصر صخرة، اوعوا تستهتروا لو لحظة فيها، اقروا التاريخ واعرفوا إن ربنا هو حميها، رئيسنا واعي وجيش شديد، مصر وردة وفتحت، مصر وردة وفتحت يا أستاذ سيد، وإن شاء الله عمرها ما تتبلى أبدا. آمين يا رب العالمين. لو اتكلمنا عن دنيا، اللي بالنسبه كبنت في سنك تنزل حفلات تتعرض لمواقف كتير، ممكن نعرف مع موقف؟ هي المواقف مش صعبه قوي، ان مشكلتي الوحيده ان انا ما بتحركش الا بماما. لو لوحدي فانا عارفه ان انا بتعامل مع راجل، فانا زيه
بتعامل في المعامله كراجل بالظبط، ماليش علاقه ان شكلي بنت، ليه علاقه بدماغي، طريقه دماغي هي اللي هتوديني في داهيه وهي اللي تقدر تخليني ابقى فوق، فبتعامل مع اللي قدامي كأنا راجل زي زي. والدتي لما بتبقى معايا بنبقى طالعين، يعني انا معظم الخط بتاع السخنه، الخط بتاع صدر، بتبهدل، انا بتبهدل انا وماما، ببقى لابسه لبس كويس جدا، حتى لما بلبس سواري فانا بغير في المكان اللي انا رايحاه، بس ببهدل بقى انا والدتي اللي هو رايحين فين، طب الكارنيه بتاعها، طب هي تغني، طب هتغني ايه. في ملاحظات، حقك ان انت كواجبك كراجل شرطه ان انت تقول لي، لكن ما تبهدلش قوي كده. دي اكتر حاجات بتبهدل فيها، دي حاجه لازم منها هو حقه. طبعا انا بفرح جدا، انا لو ما حصليش ده انا هحس ان انا بعد كده انا لو ماشيه لوحدي امي هتخاف عليا، مش هيبقى في حد يحميني وانا ماشيه في طريق، لكن كده لا بجد انا ببقى مبسوطه قوي من ده، مبسوطه جدا جدا. دي من اكتر المواقف اللي ممكن بتفرحني قوي، اللي هو هل الضابط اللي ده اخويا، ابن خالتي، ده جاري وانا معرفهوش، فاهمني؟ طب لو ماما ما نزلتش معاك هتعملي ايه؟ ما نزلتش معايا فين؟ في شغلي؟ انا بحس ان بغني لامي، فروحي بحسها بصراحه بتبقى بتطلع، ما بقدرش ابعد عنها يعني. امي ربنا سامحني، بس هو ربنا فوق وماما تحت، ماليش غيرها. لما تقولي الو كده. الو، صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير يا دود. صباح النور يا ماما. صباح الخير يا استاذ سيد. صباح الخير يا استاذ زاهي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه حضرتك طيبه. عيد الحب ان شاء الله يا رب، كل سنه وانتم طيبين. ايه يا دود، صباح الفل عليكي حبيبتي، وصباح الجمال على اسم القناه. صباح الفل عليكي. صباح الفل عليكي يا نور عيني. منوره الشمس حبيبتي. بنورك يا حبيبتي. بدعويكي دي انا هنا. يا حبيبتي ربنا يوفقك يا رب، يا نور عيني يا قلبي. ربنا يوفقك كده العشره يا قمر. يا قمر يا قمر. ربنا يخليكي ليا. كل النهارده رساله حضرتك في عيد الحب. بقول لها كل سنه وانت طيبه حبيبتي، وان شاء الله يا رب دايما كده تبقي منوره الدنيا كلها. ويخليكي ليا يا نور عيني يا حبيبه قلبي. يا رب. واشوفك كده حاجه كده ان شاء الله، حاجه كبيره كده. وحلمك ان شاء الله يتحقق يا حبيبه قلبي. يا رب يا رب. احنا كنا بنسال دنيا دلوقتي على المواقف اللي بتتعرض ليها كأنثى في شغلها والكلام ده، فقالت ان انت حضرتك دايما بتبقي معاها في كل الحفلات. معاها وهفضل معاها ان شاء الله على طول بقلبي وكل حاجه بروحي كده والله، لحد ما اشوفها ان شاء الله كده حاجه كبيره قوي ان شاء الله يا رب. ربنا يخليكي. ما كانش في اعتراض في الاول ان الدنيا تنزل تغني؟ لا 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 ابدا ابدا. كان انا ثقتي في فيها طبعا يعني كبيره، وهي كانت ليها خاله الله يرحمها يعني، كانت مشجعاها برضو جدا، وهي اللي قالت لي اسيبها، قالت لي سيبيها خليها صوتها حلو وسيبيها. فانا برضو عندي ثقه فيها كبيره، وعارفه اللي هي حلمها ان شاء الله يتحقق باذن الله. باذن الله. كل سنه وحضرتك طيبه، وربنا يخليكم لينا، احنا عايشين بدعواتكم. رساله بردك لام الحبيبه ولزوجتي، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم دايما مالين عليا حياتي، انا بردك هنا وفي المكان ده بيكم وبدعواتكم، ولاخويا واولاده، وبارك في صحته، ولكل شخص لينا بيحبنا الخير، واحنا كمان بنحب الخير لكل الناس. استاذ باهي هرجع لك تاني. تسلم. كل شاعر له طقوسه، فطقوس الاستاذ باهي الشعر. تسلم يا استاذ سيد. والله يعني بتكلم عن نفسي، انا عينيا عباره عن كاميرا برصد شيء معين. دخلت في الاعلام. ببص كده لاي حاجه اترجمها لكلام. اي موقف يحصل قدامي اترجمه لكلام. اي لو 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 لقيت منظر جمالي اترجمه لكلام. فربنا بيوفقني يعني، وبنقدر ان احنا، واعظم حاجه اعملها ان انا بقى طبعا بكتب حب في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انت يعني كل حاجه. السؤال الثاني اللي انت ركبت فتره كده انك مدح النبي. الحمد لله. بعد كده غيرت اللي احنا قلناه في الحلقه اللي فاتت. عايزين نسمع حاجه. نسمع. في حاجه فصحى. في فسحة، في كل حاجة الحمد لله. بس احنا انا محضر يعني حاجة فسحة كده في الحب عشان عيد الحب. خلاص ماشي.
حاولت أنساك فبعدت عنك فوجدتني أهواك، غبت عنك فجاءني طيفك فعرفت أنك أنت ملاك، تغربت في بعدك في بيتي وبين أولادي، حاولت أنساك فألقاك نسمة على وجهي ووجدت نفسي نسمة بين خصلات شعرك وعيناك، حاولت أنساك أراك بين أضلاعي أشفي بإذن الله أوجاعي وأوجاعي، حاولت أنساك تعذبنا تغربنا ووجدت نفسي وصفت أني داواك، فارتشفتيني فشفيتي وأقسمت بحبك أني لست أنساك، مجنونة أنت ومجنون لو غابت الشمس ولم أكن بين يديك وعيناك، مفتونة أنت ومفتون وأشهد أني أريدك بين زوجاتي، حبيبة وزوجة تلعب بين أولادي، أنت بدر وقمر تجري بين أفلاكي، وليعلم الله أني ما عدت أسعد إلا بلقياك. الله الله. مش هننسى برضك أن من ضمن الأماكن اللي موجودة في السويس واللي تدعم فريق روح اللي هو مع الأستاذ باهي شاهين والفنانة الجميلة اللي معنا دنيا قمر كافيه سلطانة. معنا في المداخلة الأستاذ محمود مدير كافيه سلطانة. صباح الخير أستاذ سيد. صباح الخير أستاذ سيد. صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. منورين الدنيا كلها والشاشة كلها منورة بحضرتك أستاذ باهي. تسلم. الفنانة دنيا الجميلة اللي أنا يعني حسيت صوتها إحساس، مش سامعة بس. منورين الدنيا كلها. يعني عايز أقول لحضرتك إن الدنيا لما سمعتها قعدت معاها قلت لها انت هتبقى حاجه تمام او انت هتكوني كيان. هي كانت بتشكر فيك قبل الهوا وقالت لي ان انت دايما كنت دايما واقف معاها وبتدعمها وفي كل مواقف كتير قوي، قالت لي عليها، بس هي ما حبتش برضك اللي هي تبين ان انت كان بناء على طلبك، فاحنا حبينا ان احنا الموضوع يبقى مداخله على الهواء. تمام. حضرتك استاذ محمود جندي مجهول. لا انا يعني انا حبيت بس اقول لها ان هي هتبقى يعني حاجه في السويس يا رب، وهتبقى كيان الناس كلها هتحكي عليه. الاستاذ باهي طبيعي الشاعر الكبير بيقعد عندنا وبيشرفنا لما بيبقى موجود، أخويا شرف المكان بتاعنا، الفريق بتاعه كله ناس محترمه. بس يعني انا بوجه رساله لدنيا، لما في كلمه انا هعلق عليها، هي قالتها، قالت انا صوتي ما بيبقاش حلو الا لما ببقى متضايقه، كنت تقول لنا واحنا نضايق. لما انت ضايقتها كتير فكفايه كده. ما انت كنت قلت لنا ان احنا نضايق من الطريق بس عشان صوتك يبقى احلى من كده. انا يعني انا بقول لك يا بابا ان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه كبيره يا رب، طالما انت واثقه من نفسك وماشيه في طريق صح، مالكيش دعوة بأي حاجة بتبقى ورا ظهرك. طبيعي الإنسان اللي بيبقى زي كده أو بيبقى مالوش دعوة باللي وراه بيمشي على الطريق الصح، وبإذن الله بإذن الله هتبقي حاجة كبيرة في السويس. أمين يا رب. إن شاء الله. كل سنة حضرتك طيب، شرفتنا ودايما داعم. السيدة أنا اللي اتشرفت بحضرتك، وإن شاء الله بإذن الله ترجعوا لنا بسرعة بإذن الله، عشان المكان فاضي بأمان الله. عدى لنا المفاجأة بس. يا باشا من هنا يعني تحت أمر حضرتك. كل سنة طيبين. شكرا لحضرتك. في النهاية حابب إن أنت تقولي رسالة لكل موهبة فنية بنت اللي شايفة إن هي صوتها وقاعدة في البيت، تحب تقولي إيه؟ عايزة أقول لها ما تخافيش، يعني الموضوع مش صعب ولا المجال الوحش زي ما بتقل. هو اول مجال فيه شويه تنشان عشان انت بنت بيبقى فيه عواقب في الاول، في حاجات كتير وناس بتنزل فيك، انت بتطلعي في ناس بتدوس عليكي بتنزل، فحاولي ان انت في شغلك تبقيش بنوته خالص، حاولي ان انت تبقي قدها. انا بحلم، انا امي ربتني على كده، حلمتي لو مش قد حلمك ما تحلميش. استاذ باهي رساله تقولها لكل واحد موجود عنده موهبه. طبعا انا دايما بقول ان كل واحد المفروض ان هو يشتغل على نفسه، ولو عنده موهبه ينميها،
ويحاول ان هو يظهر الموهبه دي ويحاول يتحرك في كل مكان، مراكز ثقافيه، مراكز شباب، نوادي ثقافيه، يتقابل مع مواهب غيره، يدعموا بعض. كل واحد لما بيميل على حد فنان زيه بيطلعوا للاحسن وبيطلعوا حاجه حلوه. شكرا لكم، شرفتوني النهارده. رساله حب حبينا نقولها النهارده من برنامج اول النهار لكل محبين قناه الساحه والجمال. كل سنه وانتم طيبين، نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.